أخبار مسائلها الكرام. أسبوع يفصلنا عن انطلاقة الموسم الدراسي 2024-2025. يسرنا في إطار متابعة الشأن التربوي وعادة الدخول المدرسي، يسرنا أن ننفتح عن الكتب الميم في المغرب، وتحديدا نائب الكاتب العام لرابطة الكتبين في المغرب الأستاذ سعيد رضوان. نعم أنتم أستاذي ككتبيين كيف تواكبون انطلاقة الموسم الدراسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد رضوان، نائب الكاتب العام لرابطة الكتبيين بالمغرب. بالنسبة لنا كرابطة الكتبيين المغرب، الاستعدادات للدخول المدرسي بدأت هذا العام يعني مبكرا، يعني تقريبا من شهر 3، لأن المكتب المسير للرابطة يعني دار واحد المجموعة من الإجراءات، منهم خرج بواحد البيانات، وكذلك خرجنا بواحد اللقاءات اللي درناهم باش نحلوا المشاكل اللي تعاني منها الكتبي. واللي المؤسف بزاف هو ان رغم هذه المجهودات كامله اللي دارت، الا ان نفس المشاكل اللي تنعيس كل سنه باقين. هذه المشاكل هادو اللي كل كتبيين تعرفوهم. اول مشكل هو البيع بالمؤسسات التعليم الخصوصي اللي تناضلوا من اجله، ورغم ذلك ما كايناش استجابه. ومؤخرا الرابطه راه دارت مراسله لجميع تقريبا معظم مجالس العمالات وكذا من اجل حل هذا المشكل والتدخل، وكذلك درنا واحد الرساله للوزير اللي حاليا ما كاينش تجاوب بالنسبه لهاد الرسائل. يعني باقي معظم المؤسسات تاع التعليم الخصوصي للدور نتاعهم هو التربيه والتعليم، تلاحظوا انهم تبيعوا الكتاب المدرسي. والاصعب من هاد الشيء هذا، راكم لاحظتوا الضجه اللي كاينه في الاعلام مؤخرا حول ارتفاع بعض الكتب. كاين بعض الكتب اللي شفتوهم في الاشهار تاعهم تيدير لهم 400 درهم. دونك حنا ملي تنوصلوا للكتاب تيولى 400 درهم، دونك هنا تيبين الجزاء تاع بعض المؤسسات التعليم الخصوصي اللي تتبيع الكتاب، اللي تتفرض على الاباء انها دير لهم واحد الكتب اللي طالع الثمن نتاعها باش تولي تربح. وحنا حنا كمؤسسات تاع التعليم الخصوصي الدور نتاعهم ماشي هو البيع، الدور نتاعهم هو التربيه والتعليم. كذلك عندنا مشاكل اخرى اللي خصها تحل، هو بعض الزيادات في الكتب المستورده. بعض الزيادات اللي تجي في الكتب المستورده ما تنكونوش على درايه بها، يعني كل عام المستوردين تيزيدوا 10 دراهم 5 دراهم في الكتاب، وهذا ماشي صحي بالنسبه لنا ولا كذلك بالنسبه للاباء. كذلك كاين مشاكل كثيره، من بين هذه المشاكل بعض المؤسسات تتخلي اللوائح نتاعها حتى نهايه شهر 8 عاد تتخرجها، وبالتالي هاد مول المكتبه باش يجيب هذا الكتاب وباش يوفروا في السوق اي خصو واحد الوقت باش يوفروا، وبالتالي الاباء راه تيعانيو تيبقاو يدوروا من المكتبه للمكتبه. حنا هذا الشيء تنطالبوا به يعني من شهر 3، ورغم ذلك ما كاينش واحد التجاوب اللي حنا محتاجين. بالنسبه لاستعدادات الدخول المدرسي بالنسبه للكتبيين، راه جميع الكتبيين تيبداو الاستعدادات نتاعهم، تيبداو يتقداو على تساع، تيجيبوا السلعه نتاعهم وكذا. الجديد هذا العام بالنسبه للدخول المدرسي هو الصيغه اللي تبدلت بها المبادره الملكيه لمليون محفظه، بحيث ان هذا العام ان شاء الله غيتعطى دعم للاسر اللي تيتراوح من 200 درهم حتى 300 درهم. يعني بالنسبه للابتدائي والاعدادي غيعطيوهم واحد 200 درهم على كل طفل متمدرس، وبالنسبه للثانوي 300 درهم. دونك هذه الصيغه الجديده بالنسبه للمبادره الملكيه لمليون محفظه، يعني ولات دعم مباشر للاسر. وكذلك هذا العام كاين واحد التغيير هو على مستوى المؤسسات تاع الرياضه، هذه المستوى الرائده، هذه المؤسسات الرائده اللي غيطبعوا لها بعض الكتب. هنا كاين علامه استفهام حنا ككتبيين تنوضعوها، لان الوزاره ملي اتخذت هذا الاجراء هذا يعني ما تشاوراتش مع المهنيين، يعني من تنهضر على المهنيين يعني تنهضر على الكتبيين على الناشرين الى غير ذلك. يعني هذا التواصل ما بين هذه الحلقه كامله لانجاح هذا المشروع والمساهمه فيه ما تمش تواصل مع المهنيين، وبالتالي هنا كاين بعض الكتب اللي غتطبعوا، يعني دازوا كصفقه وطبعوا وغيتوزعوا على المؤسسات. كان بالاحرى ان الكتبيين هما اللي يستافدوا من الطبع نتاع هاد الكتب والتوزيع نتاعهم باش ما يكونش ضرر بالنسبه للقطاع تاع الكتاب. من اجل طمانه اولياء التلاميذ، الكتب المدرسيه والادوات المدرسيه هل هي متوفره وهل هناك تغيير في اسعارها؟ بالنسبه للكتب المدرسيه، التعليم الخصوصي احنا كل عام تيكون جديد، يعني المستوردين يعني الوزاره خصها تدخل بصراحه، خصها تدخل باش تحد من هذا التنوع الكثير. يعني تلقاو مستورد واحد في ماده الرياضيات تدخل لنا 10 العناوين، يعني ماشي احنا ماشي ضد ان المستورد يدخل، يدخل عنوان واحد مثلا في الرياضيات، عنوان واحد وكل واحد يدخل عنوان واحد، ولكن باش مستورد واحد يدخل بزاف العناوين دونك هذا راه تيضر بالسوق وتيضر كذلك بالقدره الشرائيه تاع المواطنين. وبالنسبه النقطه الثانيه
اللي غنهضر عليها هو بالنسبه للتعليم العمومي راه ما كاينش تغيير في الاثمنه، يعني بالنسبه للمقررات راه متمنه يعني نفس الثمن بالنسبه للتعليم العمومي، الناس اللي غياخذوا الدعم وكذا الى غير ذلك. كذلك مساله تاع الدفاتر عرفت واحد الانخفاض هذا العام، يعني باش نطمعنوا اولياء الامور والاباء بان هذا العام هذا يعني كاين واحد اللغط كبير في مواقع التواصل الاجتماعي تيقولوا بان هذا العام المكتوبه غلاء وكذا، لا ما كاينش هذا الشيء. حنا تنهضروا على التعليم العمومي، التعليم العمومي الدفتر طاح الثمن تاعو، بعض الادوات اللي تجي من الشين حتى هي طاح الثمن تاعها، وبعض الادوات اللي ذات جوده عاليه راه حافظت على الثمن تاع السنه الفارطه. يعني بالنسبه للاباء يعني ما يتخلعوش، يعني الثمن راه ما تزادش هذا العام بالنسبه للتعليم العمومي. علم الرساله والكلمه الاخيره انا اللي غنوجهها هو اولياء الامور تاع التعليم الخصوصي انهم يتوجهوا للمكتبات قبل ما يوقع الاكتظاظ، لان ملي غيوقع الاكتظاظ غيولي مشاكل في بعض الكتب اللي غتفقد في السوق، وباش يتم جلبها من برا خصها واحد المده زمنيه طويله، وبالتالي غيعانيو التلاميذ باش يواكبوا الدراسه نتاعهم.